حاضر حاضر خدي امسكي. يا ابني يا ابني ايه ده؟ ايه الجلخ اللي على لياقه قميصك دي؟ عماد عديها من الصبح مش عايز تنضف. وانا اعمل ايه اكتر من كده؟ ما انا حاطط منديل على لياقه، واعمل ايه اكتر من كده؟ وايه ده؟ ايه ده؟ استنى اوريك. ايه ده؟ شراباتك دي ريحتها زفره، وعماد عديها من الصبح برده مش عايزه تنضف. خلاص هبقى البس صندل. يلا يا رانيا رانيا، حصلينا على اوضه النوم وجهزوا الاكل يا جماعه. جعان يا جماعه جعان. بابا خد سفر نفسك بالميه دي لحد ما الاكل يجهز. شكرا يا ياسمين يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه اللي في الميه ده؟ كنت هعمل ايه يعني؟ كان لازم احط الليمون عشان يسقع، حطيته في القله. شفت بقى مراتك الخايبه بوظت لنا القله الحيله. اوعي اوعي تقولي كده على بنوتي بعد كده يا اختي. يعني بصي انا بقول لك ايه، بنتي عمرها في حياتها ما بتبوظ حاجه، انتوا اللي بايظانين كلكم. ايه يا كرم؟ كرم بس خلاص بطلوا خناق، بطلوا خناق، هتهدفوا بعض بالبقى. وبعدين ها بالجاز وهحدف عليكم كلكم. خلاص رانيا حصلينا على الاوضه، مش نافع معاكم حاجه، حصلينا على الاوضه بس يا بت. النهارده تعبت قوي، طول اليوم قاعد على رجلي في البازار. سلامتك يا بيبي، الف سلامه يا حبيبي. الله يسلمك. عارفه ما فيش حتى خمس دقايق الواحد ريح فيهم وقام وقف مثلا، على طول قاعد 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 كده. الدرجه دي تعبت يا بيبي؟ اه تعبت قوي النهارده. ايوه على الرجل دي بقى كمان، والرجل التانيه، الرجل التانيه كمان شويه. ايوه يا تسلم ايديكي يا رانيا، تسلم ايديكي. انت لسه شفت حاجه؟ وريني وريني. ايوه الملح ده مهم قوي. ايوه احط شويه ملح كمان. استني كده. لا دلع شويه. يا ريت بقى شويه فلفل اسود، فلفل اسود كمان عشان ايه تعبان قوي قوي يعني. بس حلو كده حلو كده. بيبي انا عايزه اشتكي لك. ايه خير؟ حد ضايقك؟ مغلسين عليا، واخدين حاجتي، مش سايبين لي ولا ابره بابور واحد بس، والجاز بيشطبوا عليه اول باول. انا شاكه ان البت سناء بتشربه. شاكه؟ اكيد يا ماما بتشربه يا ماما، مش شايفاه مولعه ازاي؟ حتى لو تلاحظي وانت ماشيه من جنبيها كده تلاقي نفسها جاز كله. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا واعيه ونصحه ومشغله دماغي، ببعد كل عواد الكبريت عن بقها. ايوه مش ناقصين مصايب والنبي. بس بقول لك ايه بقى بيبي، والنبي والنبي يا حبيب قلبي، انا عايزه حاجتي الخاصه بيا انا، ادواتي الخاصه المنزليه، عشان اعرف احضر لك حاجتك واكلك وشربك قبل ما تيجي. عايزه ادوات ليكي لوحدك من غيرهم يعني. عناية ليك. السلام عليكم. ازيك يا عم راجحي؟ اهلا سيد عادل. ها ايه اخبار العده اللي اديتها لك؟ كويسه ومية مية، بس انا عايز عده خاصه بقى للمدام عشان الاشتباكات يعني. ماشي، بس قول لي ايه رايك بقى في الحياه دي من غير تقدم وصخب وضوضاء؟ والله تعبان شويه يا عم راجحي. يبقى ارجع كمان. ارجع فين؟ ده انا ما صدقت وصلت هنا ادب المشوار ده تاني. افهمني، كل ما ترجع بزمنك لورا كل ما تستريح اكتر. ايوه بس يعني ارجع بزمني ازاي؟ قول لي انت يعني نستفيد منك؟ منك نستفيد؟ انت عايش كده نصك في الغساله ونصك في الطشت. ايوه بس اهم حاجه الياقه تنضف. عشان تنضف لازم توحد زمنك، كل ما تخليت عن تقدمك كل ما ترتاح اكتر. سيبك من البابور. سيبني من البابور؟ طب واكل ازاي؟ ارجع لعصر الفحم. فحم؟ ده فكره. وبرضو افض الاشتباكات على مين اللي يعمر البابور. يا حمادي خلصي بقى، عايز اشرب شاي باللبن. خلاص انا زهقت، انا مش قادره نهنى خالص، دي غبيه وحنديه. ايه مش عايز تجيبي نقطه لبن في البتاعه دي يا شيخه؟ اقفل هضربك. بلاش العنف مع الحيوانات يا حمادي. انا خلاص دراعي اتخد لحد يجي ياخد مني الرحايه دي شويه. انا يا سناء جايب الرحايه دي مخصوص عشان تهدك وتاثر لسانك شويه كده. انا خلصت الزبده، حد بقى يقلي البيض، وبعدين انا مش هعمل حاجه تاني، انا خلصت خلاص. حل بقى يا دوله بقى. ايه اللي حصل يا ده رمزي؟ يا عم المعزه اللي انت جايبها لي دي في البازار يا دوله مجنناني خالص يا عم، ساعه جنبيها ومش عايزه تبيض. يا هبل، مستني تبيض يا هبل. ايوه يا دول.
ايوه يا دوله. ايه يا دي مقله صغيره يالا ما بتبيضش يالا. يا عم صغيره ايه يا عم، دي بتمقمق. طب ما انت بتنهق، معنى كده ان انت بتبيض. اه صح يا دوله. خلاص يا جماعه انا خلصت الطبيخ كله وخلصت الخروف واستوى. سيبيلي الجناحات بقى يا رنا. جناحاتي يا عبيط، ده خروف، هو الخروف عنده جناحات؟ هنسيب لك القوانص. رانيا انت مش خلصتي؟ تعالي خدي مني الرحاله دي شويه، دراعاتي وجعتني. يا قليله الادب بقى، مش معقول كده. انت مش عارفه تنقطي نقطه لبن واحده بس، حرام عليكي. ايه ايه ما فيكيش لبن؟ حماتي حماتي بالراحه عجدي شويه سايسي عشان انت اسمك رانيا، تعالي مكاني شويه. نيفر ايفر سوري، انا اتفقت معاكي ان انا هطبخ بس. تطبخي ايه؟ انت مصدقه انك عملتي حاجه للخروف؟ ده انت حطاه قدامك وما لمستهوش، انت قاعده بتتفرجي عليه. يا جماعه ما ينفعش، انا شامم كده ريحه خناق. خناق خناق طبعا، ما انت مدلع مراتك لكن امك واختك مبهدلهم. يا ريت تسكتي بقى خالص وتحطي لسانتك في بقاتك، ها، وخليكي في القربه المخمومه دي اللي انت معرفش بتعملي بيها ايه، ورانيا في الخروف اللي بتطبخه، وانا في المزرعه مش بتجيب لبن، وست زناب في الحرانيه اللي هي بتطبخها دي. على فكره انا مش هسكت، وهمسك البتاعه دي وارميها فوق. يا جماعه ما ينفعش، يا دول مع بعض وانا واقف. وبعدين انا مش هسكت بقى ولازم اتصرف، واضح ان ايه العصر ده مش نافعكم، انا هتصرف. خدني معاك يا دولة والنبي. لبيني بقى. يا عم رجعي، انا تعبان تعبان. ارجع ارجع كمان. ارجع فين؟ انا خايف لو رجعت اكتر من كده اتزحلق في عصر الفراعنه. الزمن ده مش زمن، رحلتك عبر الازمنه هي اللي هتريحك. ورحله عبر الازمنه دي اركب لها ايه؟ اركب لها ساعه حيطه مثلا؟ لا، قانون الاستغناء والترفع عن كل ما هو حديث. ما حضرتك انا مترفع عن كل ما هو حديث لدرجه حضرتك ان انا بشرب الشاي على الفحم وبقعد استنى المعزه لما تحن عليا وتديني بقين لبن، وفي النهايه بتطلع جدي مش معزه. اترك عصر المعزه والفحمه ورجع بالزمن خطوتين لورا. طب الخطوتين اللي هرجعهم يمين ولا شمال؟ عشان حضرتك وانا راجع تهت في الطريق. تبقى مش شايف. ايوه طبعا مش شايف، اذا كان حضرتك راجع بظهري ولا في مرايه ولا فيه باب. عصر الحجر، عصر الرجل القوي المتين اللي صيحته كانت تهز نساء العالم. ايوه انا عايز العصر ابو صيحه اللي بتهز نساء العالم ده. حضرتك ايه ادواته بقى العصر ده؟ عندي وحدها لك بتخفيض يناسب العصر بتاعها. ايوه كده يا عم رجعي، ايوه رجعني بقى، رجعني رجعني. ما تقلقش، المشوار ده انا مشيته قبلك وانت حتكمل المسيره. قصدك بقى هرجع المسيره.